باه عندنا داسيا سبرينغ اللي هي اصغر موديل في داسيا والكتريك لا يخت تشارج هاي من هون هذه البقعة تشارج منها تحل من داخل عندنا الاكيفالون بتاعها في تونس اللي هي لا رونو كويد شو اسمها في تونس رونو رونو كويد كويد رونو كويد دونك سبرينغ داسيا شعبية في تونس رونو كويد هذه الكتريك دونك ماشي شعبية هي من الاول لا يتي كونسو باش تكون الكتريك راه ما كانش اي فوالا فوالا باش تكون داير هنا باش نحكيو على هاك الكتريك 65 شوفو داير كانت قبل لي فيرسيون بريدي 45 ديجا وريهم الانتيريور هاتلا زاك هاي شو كيفاش مربعين هذه سي نوفيل ايدنتيتي تاع داسيا غادي جوست حاجه رابيدمون رابيدمون شوف الكرسي باش نجم نوريكم التليفون لونسومبل كيفاش عملت ابجريد كبير برشا من داخل ليكرون امبرسيونون بالنسبه لكهرباء صغيره كما هكا كبير وعندنا كونتور اوصل هنا اوتوماتيزيون اوتوماتيك وراو في الافيشاج الفوق زاد ها اوصل هنا الافيشاج فما حاجات اقل كاليتي كيما البوتون هذايا اسمعني توا هي تقريبا سومها 20000 يورو راهو فما حاجات تقعد باهت فيهم باهت نحلوها نشوفهم كيفاش حل هذاك انت كيفاش اوز الكاليتي نتاع زيد شوي داخل شنو الكبوت داخل الكبوت تحل زوز حل هل نشوف كل دار واحده بس كنا في الاكستيريور لوفي ربي وريهم لوفي لوفي هاكا صغير كيما تاع بورش 911 هاي من قدام كيفاش تشارج هوني تمشي بالشارجور كومبو راهو كومبو سي سي اس وتنجم انت باللي تبدا عاد تنجم تشارجها في الدار في الدار بالبارتي فوقانيه كهو اي نجم ديجا فهمت ديجا وكي تبدا عندك معناها في الشارع تلقاه الاوبورتونيتي تنجم تشارجيه بالاسرع فوالا اكزاكتومون في الدار حتى كان عندك بورن في الدار تشارجي بالفوقانيه هذه برك باهي شوف شو فما تحت الكابو طب بتبيع بعد تتسكر راهو هنا الفرونك في وسطو بس تخلينه باش نحطوا فيه الشارجور اللي هنا داير احنا في الام جي وقت اللي حكينا لكم على الام جي دونك هاو اللي حكينا لكم عليه هذا يعطيو مع كهرباء لا هذا يعطي مع كهرباء دونك بريز طول دوميستيك هذا تشارجي عادي معناتها مش غبيد معناتها تنجم ما نعرفوش الوقت احنا بالضبط اما تنجم تكون 10 سوايع هو راهو حتى تقول لي راهو عندي هذايا ميساج خاطر عندي هذايا اما راهو الاحسن يكون عندك بورن ديما اسرع ديما تربح على الاقل اسرع واضمن في الكاليتي نتاع الضوء الموتور راهو تحت هذايا شويه هاوك الموتور هنا هو مغطي هاوك عاملين كيكاش موتور اما مستغلينه لل دونك عطيونا رايكم في الكهرباء هايكا عطينا رايكم تحبوا تجيل تونس تشريوه ولا ما تشريوهاش هاي ملتالي ماهيش خايبة الاسباس فما بفما بلاصة متى كيما هلا